الحرب الروسية الأوكرانية على أشدها وميدان المعركة يشتعل. من ناحية كييف تسارع الزمن لتحقيق نصر كبير يحظى برضا الغرب، وموسكو تقاتل بضراوة كما المعتاد. هكذا يبدو مشهد الحرب التي تدخل عامها الثاني، لكن على غفلة أصبح طرف ثالث على وشك دخول ميدان المعركة. بيلاروسيا تظهر في المشهد من جديد. على ما يبدو أوكرانيا هي من فعلت، بعدما نشرت فرقة عسكرية كبيرة على طول الحدود مع بيلاروسيا، ما يعد تخطيطاً لعمليات تسلل من جانب جماعات استطلاع وتخريب. إلا أن السؤال الآن، هل تدخل بيلاروسيا في الحرب؟ الإجابة تأتيك من قبول مينسك نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها خوفاً من تبعات الهجوم الأوكراني المضاد، ما يعني أن كل الاحتمالات متاحة لدى بيلاروسيا. فلما لا وبيلاروسيا تشترك مع أوكرانيا حدودها، كما أنها الأقرب للعاصمة كييف، وهو ما يجعلها عرضة لأي هجوم جوي أوكراني. فهل تستدرج بيلاروسيا لتهديدات أوكرانيا؟